السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن إن الاتحاد الدولي بيكشف القنوات الناقلة لبطولة العالم وموقف مصر من هذه البطولة. فأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد القنوات الناقلة للنسخة 28 من بطولة العالم، البطولة المقامة في بولندا والسويد في خلال الفترة من 11 ل 29 يناير 2023 بمشاركة 32 منتخب. وكشف الاتحاد الدولي عن القنوات الناقلة للبطولة عبر العالم، وحتى الآن قارة أفريقيا هي الوحيدة التي لم تحصل على حقوق إذاعة للبطولة، وباتت السعودية هي الدولة العربية الوحيدة اللي حصلت على حقوق نقل بطولة العالم عبر قناة SSC، وسيتم من خلالها نقل مباريات المنتخب السعودي بالإضافة لمباريات أخرى سيتم تحديدها لاحقا. ونظرا لعدم حصول مصر على حقوق نقل مباريات البطولة حتى الآن، كشف الاتحاد الدولي إلى أن الدول التي لا تذيع فيها البطولة يمكنهم المشاهدة عبر قناة الاتحاد الدولي على يوتيوب. وفي حال عدم حصول أي قناة على حقوق نقل بطولة العالم داخل مصر، سيتم مشاهدة البطولة عبر قنوات اليوتيوب فقط. وجاءت القنوات الناقلة لبطولة العالم كالتالي: في قارة أفريقيا لم يتحدد قنوات ناقلة حتى الآن إن هي هتذيع مباريات البطولة. أما في قارة آسيا فعندنا قناة SSC السعودية وهتذيع مباريات السعودية بالإضافة لعدد من لقاءات أخرى سيتم الاتفاق عليها. وقناة سبورتس بول اليابانية وقناة هويا الصينية هتذيع 20 مباراة فقط. أما في قارة أمريكا الجنوبية فشبكة دايركت تي في في دولة كولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا، وفي قارة أمريكا الشمالية هتذيع قناة ESPN الأمريكية، وفي قارة أوروبا هتذيع قناة HRT الكرواتية وقناة بين سبورتس الفرنسية وتي اف اي الفرنسية وقناتي ERZ وزد دي اف الألمانية وقناة TV2 الدنماركية وقناة RTB البرتغالية وقناة RTVE الأسبانية. ويشارك 7 منتخبات عربية في بطولة العالم 2023، وهو العدد الأكبر في تاريخ البطولة. ويخوض منتخبات مصر والسعودية وقطر وتونس والمغرب والبحرين والجزائر بطولة العالم. ويقع منتخب مصر في المجموعة 7 ومعاه منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا. ويتأهل أول 3 منتخبات من المجموعة إلى الدور الرئيسي، واللي هينضم المنتخبات المتأهلة من المجموعة 8 واللي بتضم منتخبات الدنمارك وتونس وبلجيكا والبحرين. وإن شاء الله هيفتتح منتخب مصر مبارياته يوم الجمعة بمواجهة كرواتيا في تمام الساعة 9:30 مساء لتوقيت القاهرة. عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، اللي كان بيتكلم على إن الاتحاد الدولي بيكشف القنوات الناقلة لبطولة العالم وموقف مصر من القنوات اللي هتنقل مباريات كاس العالم 2023. ففي النهاية نتمنى ان شاء الله ان البطولة تكون مليئة بالإثارة والمتعة، وهنيئا لكل القنوات اللي اتيحت لها فرصة ان هي تذاع فيها مباريات كاس العالم لكرة اليد 2023. هل ينجح قناة اون تايم سبورت ان هي تذيع مباريات المنتخب المصري على الاقل في بطولة كاس العالم 2023،
ولا الموضوع مش محطوط من الأساس ضمن الخطة الإعلامية في مصر في هذه السنة؟ يعني في النهاية بنتمنى التوفيق برضو للفرق العربية اللي بتلعب في بطولة العالم لكرة اليد 2023، ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري ولاعبي منتخب مصر والمدير الفني لمنتخب مصر في هذه البطولة، حتى نستطيع أن نصل إلى أبعد مدى في هذه البطولة الكبيرة اللي دايما بصراحة بنكون فخورين جدا بلاعبينا في كرة اليد، وكان آخرهم الأولمبيات اللي احنا لعبناها وأدينا فيها أداء جيد جدا، والعديد من بطولات العالم في كرة اليد اللي بنأدي فيها أداء أكتر من رائع وبنصل فيها إلى أبعد مدى، اللي نتمنى إن ده يحصل في هذه البطولة بطولة 2023. عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.